بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على Geometric Sequence. أولاً بنعرفها إزاي إن هي النوع Geometric Sequence؟ بيقول لي إيه إذا كان في the sequence Tn where Tn not equal to 0 is called a geometric sequence if any term n plus 1 over Tn equal a constant. أي term divided اللي قبليه يديني رقم constant. This constant is called the common ratio of the sequence and it is denoted by R. يعني احنا هنا في السيكونس ديت الجيومتريك بنعرفها ان هي يا جماعه اي ترم ديفايد اللي قبله ايكوال كونستانت هنسميه R اللي احنا بنقول عليه common ratio. R the common ratio of geometric sequence equal the value of any term in it divided by the value of the preceding term directly. اي ترم يا جماعه ديفايدد اللي قبله. بمعنى لو انا مثلا عندي سيكونس فيها first term equal 2 والcommon ratio equals half، يبقى في الحاله ديت اقدر اقول ان السيكونس عندنا then the geometric sequence 2 1 half quarter. عملنا ايه يا جماعه؟ اول ترم هو 2 وكل ترم هنعمله باي هاف، 2 باي هاف equal 1، 1 باي هاف equal 2، هاف باي هاف equals quarter وهكذا. برضو عندنا لو انا مثلا عندي geometric sequence الفيرست ترم فيها 3 والcommon ratio negative 2، يبقى في الحالة دي الجيومتريك سيكونس هتبقى 3 by negative 2 negative 6 by negative 2 12 by negative 2 negative 24. وبالمناسبة دي بنسميها alternating sequence لان فيها ايه alternate sign. نيجي بعد كده نشوف الجنرال ترم او الانس ترم عندنا of geometric sequence. بيقول لو انت عايز تجيب الفاليو any term هو عبارة عن الفيرست ترم ال a by r power n minus 1، وطبعا ال n ديت هي الاوردر of the term. تاني حاجة عندنا بيقول لي ايه لو انت كده بتتكلم على السيكونس عموما، يبقى الفيرست ترم فيها هو a، تاني ترم هو a r، الثيرد هو a r power 2، الفورث a r power 3. واخدين بالنا كده لو انا عايز t 4 يبقى a r power 3 بنقص من الباور 1. نيجي مثلا يبقى انا عارف كده ان السيكونس هي a r a r power 2 a r power 3 لغايه اي ترم عندي بسميه a r power n minus 1. او ساعات يا جماعه بنسمي last term عندنا بنسميه l، ولو عايزين نرجع يبقى l over r l over r power 2 وهكذا. كاكزامبل عندنا جاب لي مثلا سيكونس زي دي، بيقول لي find t6 and t10 from the geometric sequence. زي ما احنا شايفين اول حاجة دايما بتطلع في السيكونس يا جماعة ال a وال r، ال a عندنا بكام؟ ب 6، وال r هي 12 divided 6 divided by 6 equals 2. يبقى اول حاجة معانا ال a ب 6 وال r زي ما احنا شايفين. t6 هي a r power 5، ناخد بالنا من الحتة دي تاني. اي لو انا عايز value بتاعت اي term يبقى t6 مثلا يبقى a r power 5، ال a عندنا ب 6 وال r ب 2 power 5، نحسبها على الكالكوليتر هتطلع لنا 192. نيجي بعد كده طب لو انا عايز t10 يبقى ar power 9 يبقى 6 by 2 power 9 equal 3072 وهكذا. طيب لو احنا عندنا كمان يا جماعه example بيقول لي ايه if the value of a term in geometric sequence 2793 دي sequence عندنا جايبها لي، جاب لي ال value بتاع term 1 of 243، find the order of this term. عايز يعرف الترم ده الاوردر بتاعه ال n بتاعته بكام. فاول حاجه بنحددها دايما في السيكونس يا جماعه هي ال a وال r، ال a عندنا 27، ال r هي 9 divided by 27، اكتبها على الكالكوليتر هتطلع لي 1 over 3. هنيجي نكتب الرول بتاعتي t n equal a r bar n minus 1، طبعا ال value دي equal 1 over 243. طيب هو مديني الريزلت اهي، وال A عندنا ب 27 وال R ب 3rd power n minus 1. هنودي 27 الناحية التانية بالديفايد زي ما انتوا شايفين هتبقى بالشكل دوت، مع ملاحظة حاجة عشان نخليهم حتى نفس الدينومينيتور ممكن نعمل حاجة، ال 27 هي 3 power 3 وال 243 هي 3 power 5، طبعا دول مع بعض هيديني 1 over 3 power 8، يبقى هي عبارة عن 3rd power 8. إذا كان ال base equal ال base يبقى ال power equal ال power. في الحالة ديت يبقى ال n-1 equal 8 و
وبالتالي ال n equal 8 plus 1 equal 9. يبقى انا عندي قدرت، يبقى هي T9 عندنا هي اللي بتساوي كام يا جماعة؟ 1 over 243 زي ما احنا شايفين. يبقى the term whose value equal 1 over 243 is T9. يبقى كتبنا الرول، عملنا فيها direct substitution، وكملنا شغل الجبر بقى ايه بحيث نعرف ال n في الاخر بكام. نيجي بعد كده example تاني. The third term in a geometric sequence equals 12. جايب T3 ب 12 and the eighth term equals 384. Find the sequence. طبعا في الحالة دي يا جماعة أول حاجة أعملها أترجم دايما السيكونس بالنسبة لي. T3 هي equal 12، يبقى لما أحب أترجمها هتبقى عبارة عن AR power 2 equals 12. ما اتفقنا T3 يبقى AR power 2 equal 12. بعد كده قال لي T8 384، يبقى هنترجمها AR power 7 equal 384. بحل التو equations دول ازاي بقى يا جماعة؟ هنعمل التو equations divided ازاي؟ AR power 7 over AR power 2 equal 384 over كام؟ 12. هنكنسل الـ A مع الـ A. R power 5 over R power 2 هيديني R power 7 عفوا over R power 2 equal R power 5. والنمبر ده هنيجي نحسبه على الكالكوليتر هيطلع لنا بكام؟ 32. طبعا انا كده عايز اجيب ال R، يبقى بوديها ال 32 معروفه ان هي 2 power 5، او نعمل 5th root ل 32. هي الكالكوليتر هتطلع لنا في الاخر ان ال R بكام؟ ب 2. طب احنا دلوقتي كده جبنا ال R ب 2، طب ال A نجيبها ازاي؟ نعوض في اي sequence من دول يا جماعه او في اي equation من دول. هاجي في الايكويجن دي ال A معرفهاش، ال R قلنا ب 2 باور 2 4، تروح الناحية التانية ديفايد، يبقى 12 ديفايدد باي 4 ايكوال 3. يبقى معايا ال A ب 3 وال R ب 2. يبقى السيكونس أول ترم فيها 3، وكل مرة هنعمل باي 2، 3 باي 2 ايكوال 6، 6 باي 2 ايكوال 12 وهكذا. طيب نيجي نشوف اكزامبل تاني بعد كده. بيقول لي ايه؟ The sum of the first term and the second term of a geometric sequence is 72 and the sum of its third and fourth term is 8. Find this sequence. طيب أول حاجة اتفقنا بنترجم المسألة T1 plus T2 يبقى A plus AR equal 72. دي أول حاجة. طب لو أخدنا هنا يا جماعة الـ A common factor هيبقى لنا 1 plus R equal 72. طيب نيجي بعد كده T3 plus T4 equals 8. T3 يبقى معناها AR bar 2 plus AR bar 3 equal 8. برضو هناخد هنا في common factor، هناخد ال A وال R bar 2، هيبقى لي 1 plus R الratio equal أو result equal 8. طيب دلوقتي two equations زي ما عملنا في الاكزامبل اللي فات يا جماعة هنعمل لهم divided. ال equation دي divided دي، شوف اللي هيحصل. يبقى AR bar 2 1 plus R over A over 1 plus R اهي 8 over 72. هنكنسل ال A مع ال A وال 1 plus R مع ال 1 plus R، هيبقى لنا R square equal ال fraction دوت. R square equal 1 over 9، وبالتالي ال R عايزين نخلص من ال square، يبقى هنعمل positive or negative square root، هيطلع لي positive or negative 1 over 3. يبقى انا عندي ال R ليها 2 values، يا اما 1 over 3، طبعا خدوا بالك انا بعوض في الفيرست equation عشان اجيب ال A، هنحسب 1 plus 1 over 3 equals 72. هنحسب النمبر ده ونوديه الناحية التانية divide، هيطلع لنا ال A بكام؟ 54. في الحالة دي ال A 54 وال R ب 1 على 3، يبقى هتسيكونس بالنسبة لي 54 by 1 over 3 هيديني 18 by 1 over 3 يديني 6 وهكذا. or الإجابة التانية عندنا إن احنا نشيل ال R ونحط مكانها negative 1 over 3 equals 72. وبالتالي هنيجي نحسب النمبر ده ونوديه الناحية التانية بالديفايد، هيطلع لي ان ال A ب 108، وبالتالي السيكونس اصبحت 108 negative 36 12 وهكذا. طيب نيجي نقول example تاني بعد كده يا جماعة. بيقول لي ايه؟ The monthly salary of an employee is 1200. في مرتب لشخص يا جماعة بياخد 1200 pound and he gets a yearly constant increase at a rate of 6%
more than his salary in the directly previous year. يعني ايه الراجل دوت بياخد زيادة سنوية 6% يا جماعة عن السنة اللي قبلها مباشرة. يعني هو السنة دي بدأ ب1200 جنيه، السنة الجاية هيبقى الراتب بتاعه هيبقى كام؟ هيزيد 6%. طب السنة اللي بعديها وهكذا. How much his salary after 6 years؟ بعد 6 سنين يا جماعة يبقى هو كده احنا بنتكلم في الزيادة الخامسة، لأن أول سنة ما كانش فيه زيادة، هو المبلغ زي ما هو ماشي. احنا عايزينه بقى بعد ايه؟ 6 سنين. هنيجي نشوف دلوقتي بعد السنة الأولى احنا قلنا مرتبه 1200 جنيه، هيزيد الزيادة اللي هي 6% by his salary. يعني احنا بناخد لو جينا مثلا اخدنا الزيادة بالنسبة لي هنا في common factor 1 plus 0.06 اللي هو 6 over 100 هيديني 12 باي 1.06. الرقم ده يا جماعة هو دوت مبلغ الزيادة عندي هنا، هي البرسنتج اللي انا ايه بحسبه. طيب بعد سنتين يبقى 1200 يبقى هنا باي 1.06 بلس المبلغ تاني زي ما هو باي 6%، ما كل سنة هتزيد على المبلغ الجديد مش المبلغ الايه القديم وهكذا. يبقى اصبحت بالنسبة لي 1200 بلس 1.06 باور 2. لو لاحظنا كده يا جماعة ان دي بالنسبة لنا عبارة عن ايه؟ 1200 دي اول زيادة، تاني زيادة وهكذا، ان دي بالنسبة لي geometric sequence. الفيرست تيرم فيها ماشي هو عبارة عن 1200 باي 1.06. طب والسالري او الزيادة بتاعتي ايه هي؟ زي ما احنا شايفينه هي ال 1 بلس 6% اللي احنا بنقول عليها كام؟ 1.06. تمام. طب انت دلوقتي عايز ايه؟ قال انا عايز السالري افتر 6 years. افتر 6 years يبقى نتكلم على تي 6 يعني اي ار باور كام؟ باور 5 ماشي. يبقى في الحاله ديت الاي عندنا ده المبلغ الاساسي عندي في السيكونس اللي هو بعد اول سنه، والار بالنسبه لي اهيت اللي هو 1.06 باور كام؟ 5. هيديني المبلغ اللي هو ياخده بعد كام؟ 6 سنين ان شاء الله. نيجي بعد كده نشوف حاجة كمان عندنا هي يا جماعة، geometric means المقصود بيها ايه يا جماعة؟ دلوقتي احنا قلنا لو في عندي A و B و C are three successive terms of a GS then B is known. ال B طبعا ده بالنسبة لي هو ال geometric mean between ال A و C. هناخد بالنا من حاجة، ما دام ديت geometric sequence يبقى B over A equal C over B وهكذا زي ما احنا كاتبينها كده. طب لو جينا نعمل cross multiplication هيطلع معايا b bar 2 equal ac. واخدين بالنا يا جماعة ان ال b ديت هي مين؟ الجيومتريك مين. طيب لو انا عايز ال b من غير ال bar 2 هنعمل positive or negative root ال ac بشرط ان ال two numbers يكونوا the same sign. لازم يكونوا يا جماعة يا اما الاثنين positive يا اما الاثنين ايه؟ negative. طيب نيجي بعد كده example مثلا بيقول لي the geometric mean of two numbers 2 و 32. لو انا عايز اجيب ال arithmetic mean كنا بنعمل ايه؟ التو نمبرز دول بنعمل لهم بلس ديفايدد باي 2، يبقى انا هنا 2 بلس 32 اوفر 2. لكن لو انا عايز الجيومتريك مين زي الاكزامبل هنا هنعمل لها رول دي بوزيتيف اور نيجاتيف روت اي سي، ده النمبر الاولاني باي الثاني طلع لي بوزيتيف اور نيجاتيف ايه. طيب يبقى انا مثلا لو عندي طب جايبها لي فيها ليترز زي ما اتفقنا نعمل بوزيتيف ونيجاتيف روت نعمل لهم باي في بعض. طبعا اي باور 3 باي اي اي باور 4 بي بي باور 3 بي باور 4. لما نيجي نعمل سكوير روت يبقى خدوا بالكم هنا يا جماعه هنعمل ايه؟ هناخد هاف الباور يبقى a باور 2 و b باور 2. طيب نيجي مثلا لو انا بسال على نيجاتيف 4 و 9 عايز الجيومتريك مين بتاعهم؟ there is no geometric means. ليه؟ لان هنا يا جماعه تو نمبرز ديفرنت ساين. احنا اتفقنا لازم يكون الاثنين زي بعض، يا الاثنين نيجاتيف توجذر يا الاثنين بوزيتيف توجذر، واحده بص واحده نيجاتيف مالهاش جيومتريك مين. ملاحظة تاني هنا يا جماعة لو جينا نحسب ال arithmetic mean والgeometric mean لنفس التو نمبرز مثلا ال 2 و 32 تمام. لو جينا نحسب ال arithmetic mean بتاعهم يعني 2 plus 32 divided 2 هنلاقيها مثلا تطلع 17. طب لما جينا نحسب الgeometric mean طلعت بكام يا جماعة؟ ب 8 على اساس ان الرقمين مثلا positive. في الحالة دي هنلاحظ دايما ان ال arithmetic mean ل any two numbers greater than their geometric mean تمام، بس يكونوا الرقمين ايه؟ two different positive real numbers ماشي. remark بعد كده بيقول لي ايه؟ for example مثلا
لو انت عايز تجيب الجيومتريك مين لمجموعة من الفاليوز، مش رقم واحد بس، يعني مش رقمين، لا انا عايز تلات ارقام. قال يبقى الجيومتريك مين هو روت الثري نمبرز مثلا باي، بس ايه الروت عددهم، يعني هما كام نمبر؟ 3، يبقى كيوبيك روت. طب مثلا عايز الجيومتريك مين للنمبرز ديت، نعدهم الاول 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 روت للبرودكت بتاع النمبرز ديت، ونكتبها على الكالكوليتر. طيب نيجي بعد كده مسألة بيقول لي ايه 2 positive numbers. example عندنا their arithmetic mean 50 their geometric mean 40 find the two numbers. طب نعمل ايه؟ اول حاجة يا جماعة هنقول له ليت النمبرز ديت هنسميها اكس وواي. اول معلومة عندي قالها، قال لي ان الارثماتيك مين ب 50، يبقى هنعمل لهم بلس ديفايدد باي 2 ايكوال 50. طب نظبط الايكويجن ديت، هنودي التو الناحية التانية هتبقى باي، هتبقى 100. طيب بعد كده نخلي فيه لتر لوحده، يفضل مثلا الواي او الاكس، لا مفيش فرق يا جماعة، هنخلي مثلا الواي لوحدها هي عبارة عن 100 ماينس اكس، ده بوزيتيف يروح الناحية التانية نيجاتيف. في الحالة ديت الجيومتريك مين ايكوالز 40. طيب ده هو ميدولي في الاكزامبل. طب الجيومتريك مين قلنا نحسبه ازاي يا جماعة؟ هو عبارة عن ال 40 هي روت الاكس وواي، خدوا بالكم هو قال لي بوزيتيف عشان كده حسبناها بوزيتيف روت. عايز اخلص من الروت هودي الناحية التانية باور 2، 40 باور 2 هتطلع معايا بكام؟ 1600. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ نشيل الواي ونحط مكانها 100 ماينس اكس، اصبحت بالنسبة لي equation لو جينا نعملها simplify x by 100 هيديني 100x، x by x x باور 2، ونظبط ال equation ديت في الاخر هندخلها جوه يا جماعة، هتصبح بالنسبة لي بعد ما وديت يعني انا فكيت البراكت ده ووديه بره بعكس العلامة هيطلع لي الترينوميال ديت. هنيجي نعمل لها فاكتورايز، هيطلع لي يا اما الاكس ايكوال 20 يا اما الاكس ايكوالز كام؟ 80. طبعا لو الاكس ب 20 يبقى الواي 100 ماينس 20 ايكوال 80. طب لو الاكس ب 80 يبقى الواي ايكوال 100 ماينس 80 ايكوال 20. يبقى في الاخر التو نمبرز بالنسبة لي 20 and 80. نيجي بعد كده في اكزامبل معانا بيقول ايه يا جماعة؟ if a minus 2 a minus 1 3 a minus 5 are 3 consecutive terms in a geometric sequence find the value of a. انا عايز اعرف ال a بكام. اولا دولت يا جماعة 3 consecutive terms in gs، فاول حاجة بعرفها مادام ديت consecutive terms of gs يبقى ال a minus 1 ده بالنسبة لي اسمه ايه؟ geometric mean. طيب ما في الحالة ديت الجيومتريك مين احنا قلنا ايه؟ الجيومتريك مين باور 2 ايكوال اي سي اللي هو الاي ماينس 2 باي 3 اي ماينس 1 اللي هي قاعده الجيومتريك مين دلوقتي، ان المين باور 2 بيساوي البرودكت بتاع النمبرز اللي هم اراوند 8. طيب هنعمل سمبليفاي بقى ايه للبراكتس ديت. الاولى هتبقى اي باور 2 نيجاتيف 1 باي 1 بوزيتيف 1 فيرست باي سكند باي 2 هيديني نيجاتيف 2 اي. الناحية التانية هنعمل distribution و simplify هيطلع لنا trinomial day. هنجمع الإيكويجن كلها في طرف واحد ونخلي الطرف التاني equal 0، هتطلع معايا trinomial دي. يعني لو خدت بالكم شايفين ال 3 numbers دول وديتهم الناحية التانية بعكس الساين وعملت simplify هيطلع لي في النهاية 2a power 2 minus 9a plus 9 equal 0. واضح ان دي trinomial هنعمل لها factorize، يبقى هتطلع معايا 2a minus 3 or a minus 3. يبقى انا في عندي 2 values، يا اما ال a equal 3 over 2 يا اما ال a equal positive 3. يبقى انا قدرت اجيب ال values لل a للسؤال ده. في example تاني بيقول لي ايه يا جماعة؟ insert 3 geometric means between 2 and 32. لو انا عايز ادخل means ما بين الرقمين دول، اول حاجة قالها لي بيقول لي the number of geometric means equal 3. ماشي، هو بيقول لي انا عايز ادخل 3 means. طب دي هستفيد ايه؟ اولا كده انا معايا الفيرست تيرم هو 2 اللي هي الايه بالنسبه لي، والنمبر اوف تيرمز، نمبر اوف تيرمز عددهم كام دلوقتي يا جماعه؟ 3 ارقام في النص، وفي اللي قبلها 2 واللي بعدها وفي الاخر 32، يبقى هما 5 تيرمز. يبقى انا اقدر اقول ان تي 5 ايكوال كام؟ 32. طيب نيجي بعد كده الايه عندي ب 2 وتي 5 ايكوال 32، تعالوا نترجم T5 يعني A R بار 4 equal 32. احنا معانا الـ A خدوا بالكم بكام في السؤال دوت؟ ب 2، يبقى 2 R بار 4 equal 32 هنودي 2 الناحية التانية هتبقى 16.
يا اما هنودي الباور ده نروح الناحية التانية روت فورس روت، او 16 دي نخليها بوزيتيف اور نيجاتيف 2 باور 4، يعني هتبقى الار ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2. وطبعا خدوا بالكم احنا ليه حطينا بوزيتيف اور نيجاتيف، عشان الباور دوت ايفن، ما دام الباور ايفن يبقى ليها 2 فاليوز يا جماعه. طيب دلوقتي لو الار عندي ب 2 يبقى المينز ار اول ترم كان عندنا 2، 2 باي 2 4، 4 باي 2 8، 8 باي 2 16، 16 باي 2 32 اهي، يبقى دول ال 3 مينز اللي هو سأل عليهم. اور ممكن احط الار بنيجاتيف 2، يبقى في الحاله دي 2 باي نيجاتيف 2 نيجاتيف 4، باي نيجاتيف 2 بوزيتيف 8، باي نيجاتيف 2 نيجاتيف 16. ده كان اجابه السؤال بالنسبه لي. طيب نيجي بعد كده يا جماعه موضوع تاني برضو يخص الجيومتريك سيكونس، اللي هو الجيومتريك سيريز. السيريز المقصود بيها احنا قلنا قبل كده هو السمشن يا جماعه، اللي كنا واخدينه درس قبل كده، اللي انا عايز اعرف السم او التوتال سم اوف سيكونس، عايز اجيب المجموع بتاعهم يا جماعه. نشوف مثلا يتعمل ازاي. مثلا السيكونس كانت عندي A A R A R بار 2 and so on. هنا ملاحظين انا حاطط علامه ايه؟ بلس. او هي السميشن، ملاحظين ايه اللي مكتوب هنا يا جماعه؟ ده مكتوب ايه بالنسبه لي؟ ده السميشن بتاع الجنرال تيرم اللي هو الاي ار بار ان ماينس 1، بس احنا هنا بنبدا الاي ب 1 اللي هو فيرست تيرم لحد ما نوصل لمين؟ للنمبر اوف تيرمز اللي هو عايز يجيب سميشن ليه. فدلوقتي يعني مثلا لو انا عندي عايز اجيب السميشن بتاع السيكونس دي، اولا قبل ما نتكلم دي نوعها ايه؟ جيومتريك. عرفتها منين؟ 6 ديفايدد 3 equal to 12 divided 6 equal to 24 divided by 12 equals 2. طيب دي كده geometric sequence، ال first term فيها ب 3 وال r equal 2. دلوقتي هاجي اكتبها بقى، وخدوا بالك انا اقدر احسبها على الكالكوليتر باستخدام summation notation. ازاي؟ اجي اعمل كده summation ال i ب 1 و 6، ليه كتبت 6 فوق؟ عدوا معايا 1 2 3 4 5 6 terms، عايز اجيب السم بتاع 6 تيرمز، وهنا اكتب الجنرال تيرم بتاعي اللي هو الاي ار بار ان ماينس 1، الاي ب 3 الار ب 2 اي ماينس 1 اللي هي ايه؟ زي ما اتفقنا عدد التيرمز هنا بالنسبه لي هي تي 1 تي 2 وهكذا. طيب نيجي نشوف اول رول عندنا، قال لي لو انت عندك جيومتريك سيكونس وعايز تحسب السم بتاعه، هو اي 1 ماينس ار بار ان اوفر 1 ماينس ار، بشرط ان الار نوت ايكوال تو 1. مع ملاحظة حاجة مهمة جدا يا جماعة خدناها قبل كده في قانون السميشن عندنا أو السم اوف تيرمز، إن الـ A هنا هي first term of counting، يعني الـ A مثلا لو أنا بقول لك ابدأ لي احسب لي من هنا يبقى الـ A عندي بـ 3. طب افرض أنا قلت لك أنا عايز السم بتاع الـ 4 terms دول بداية من 12، يبقى الـ A عندي بكام؟ بـ 12. يبقى الـ A المقصود بيها first term of counting. Remark: the rule may be the rule of the sum may be written as Sn equal. هتلاحظوا الرول دي هي دي، لو خدت بالكم يا جماعة أنا ممكن أبدل فوق وتحت r بار n minus 1 over r minus 1، لو بدلت فوق وتحت هي هي نفس الريزلت. تاني حاجة if ال r equal 1، ال r equal 1 يا جماعة معناها إن الترمز كلها equal بعض، لو ال r ب 1 يبقى ال first term هو ال second هو ال third، وبالتالي لو عايز أجيب السم بتاعهم أشوفهم عددهم قد إيه by الترم وخلاص، يعني ال Sn هي just ال A. تمام. طيب الحاجة اللي بعد كده إيه؟ ان السم بالنسبة لي القانون بتاعي هو هو اللي احنا قلناه من شوية، هو ال A 1 minus R بار N على 1 minus R، الاتنين بيأدوا نفس ال A الريزلت. في رول تاني يا جماعة بستخدمها احيانا، ويبقى خدوا بالكم في عندي اتنين اساسيين بالنسبة لي، يا اما معايا ال A وال R، يا اما معايا يا جماعة ال A وال L وال R. هنا طبعا في N معايا number of terms، هنا لو مش معايا number of terms وعارف ال last term، انت معاك هنا اول term وال last term ومعاك ال R، اقدر استخدم الرول دي لو انا عايز اجيب sum of terms. نيجي الاكزامبل مثلا بيقول لي ايه؟ find the value of 2618486. اولا دي geometric sequence، عرفتها منين؟ 6 divided 2 3، 18 divided 6 3 وهكذا. طيب دلوقتي انا اقدر استخدم انهي رول؟ لاحظوا كده انا معايا اللاست تيرم، يبقى اسهل لي معايا الاي ب 2 الار 6 ديفايدد 2 ب 3 اللاست تيرم 486، ساعتها يبقى اسهل لي جدا ان انا استخدم الرول ديت
اس ان ايكوال ايه ماينس ال ار اوفر 1 ماينس ار. دايركت سبستيتيوشن، بنعوض في الرول يا جماعه هيطلع لي 728. نشوف اكزامبل تاني بيقول لي ايه. How many terms should be taken from geometric sequence دهيت starting from the first term، يبقى عندي ال a ب 0.1 to make the sum negative 81.9. طب هو هنا جاب لي السم يا جماعه بس عايز يعرف ال n بكام. How many terms، يبقى بيسال على ال n. معايا ال a وال r اقدر احسبها، ال second over the first طلعت لي negative 4. طيب دلوقتي انا هكتب الرول بتاعتي اهي، وهو مديني خدوا بالكم التوتال نيجاتيف 81.9، وادي الاي 1 ماينس نيجاتيف 4 باور ان اللي هي الار اوفر 1 ماينس الار. اولا 1 ماينس ماينس 4 هتديني 5، تروح الناحيه الثانيه باي ماشي، هتبقى وعلى فكره 0.1 معناها 1 اوفر 10، يبقى ممكن اكتبها 1 اوفر 50، فهودي دي الناحيه الثانيه باي 50. اوكي يبقى اهي 1 ماينس ماينس 4 بار ان زي ما انتم شايفينها زي ما هي 0.1 معناها 1 اوفر 50 اهي، اللي هي 5 باي 10 اللي هي دي ال 5 وديت ال 10 اللي هي 0.1. الرقم ده يا جماعه هنوديه الناحيه الثانيه بالباي، هيطلع لي الفاليوز ديت في النهايه اقدر احسبها واقدر استنتج بيها الان بكام، ب في الاخر هتطلع لي ب 6 ماشي. يعني ده جزء equation algebra بسيطة نحلها زي ما شفتوا كده، وديت ده divide راح الناحية التانية باي، ال number دوت وديته الناحية التانية، بعد كده طلع معايا negative 4 بار ان، يعني زي طول وديت دي الناحية دي ودخلت ديت جوه positive، هتطلع معايا المبلغ دوت او الرقم ده. ساعتها اقدر اعرف حتى لو انا مش عارف ممكن اجرب بالكالكوليتر او negative 4 بار كام يديني الرقم ده، هيطلع لي بار كام 6، يبقى ال n ب 6 عندنا. نيجي مثلا لإكزامبل تاني بيقول لي إيه؟ Find the least number of terms of the geometric sequence 7, 14, 28 that should be taken starting from the first term، يبقى الـ A عندي بـ 7 to make the sum greater than 7000. أنا عايز أقل عدد من الـ terms بحيث لو جيت جمعتهم يطلع لي الـ total بتاعهم أكبر من 7000. كالمعتاد هنمشي بالترتيب، هنطلع الـ A والـ R، الـ A عندي بـ 7، الـ R 14 divided 7 equal 2، وبالتالي نكتب الرول بتاعتي، والجديد عندي إن الرول ديت اللي هي 7 1 minus 2 bar N اللي هي الـ R bigger than مين يا جماعة؟ المفروض الكلام دوت خدوا بالكم، هنا 1 minus 2 bar N أنا قلت أنا ممكن أبدل فوق وأبدل تحت، 2 minus 1 بكام يا جماعة؟ 2 minus 1 ب 1، وبالتالي لو انا بدلت يبقى هكتبها 7 by 2 بار ان minus 1 over 1، ملهاش لازم اكتبها بقى. equals كام؟ هو بيقول لي bigger than 7000، يبقى 7 2 بار ان minus 1 bigger than 1000، هودي ال minus 1 الناحيه الثانيه هتبقى بالنسبه لي 1001. طب انا عايز اعرف هنا الباور، طب هنا يا جماعه الباور لو نفتكر كنا بنستخدم في الترم الاولاني الدرس اللوج، يطلع لي اللي انا كنت بكتب كده log 1001 وتحت 2 هيطلع لي الباور ماشي، يبقى ال n في الحاله ديت هتديني 9.96 وهكذا. هي ال n يا جماعه هي انتجر، اول انتجر اكبر من 9 بوينت هو ال 10، يبقى n 10 و11 كل دول هيديني السم بتاعهم اكبر من 7000، بس هو عايز اقل واحد، يبقى ال n عندي بكام في النهايه؟ هي ب 10 ماشي. نيجي بعد كده بيقول لي ايه؟ sum of infinite geometric series تمام؟ هنا infinite we know that the sum of n terms of geometric series is given by a relation there. فبيقول لي طبعا ده قانون يا جماعه بيجيب السم بتاع اي عدد من الترمز، بس هنا في جمله هنا بيقول لي infinite number معناها ان هو عايز يجيب مجموع الارقام لما لا نهايه. طبعا ده ما ينفعش في اي سيكونس الا اذا كانت الارقام بتاعتها عماله تقل 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 بارقام صغيره جدا لدرجه ان هي في الاخر بتبقى حاجه تريفيالز ملهاش لازمه تروح على طول. فانا بعمل ايه؟ فبيقول لي السيكونس لو حققت الشرط ده اللي هو بيبقى ايه بقى؟ ان الار بتوين نيجاتيف 1 و1، يبقى في شرط عشان الجيومتريك سيكونس كان بي سامد تو انفينيتي ان الار تكون بتوين النيجاتيف 1 وال1، ساعتها sum to infinity بيساوي a over 1 minus r.
example. دلوقتي بيقول لي ايه؟ find the sum of for each of the following geometric series if found. خد بالك if found دي معناها ان ليها شرط وقلناه من شويه. طيب دلوقتي انا عندي دي geometric sequence. قبل ما نتكلم اول حاجه نطلع ال A وال R. تمام؟ هو خدوا بالكوا هو قال لي find the sum. لو خدت بالكوا يا جماعه هو ما قالش to infinity، هو سابها لك مفتوحه بلس لغايه قد ايه؟ مش احنا كنا بنحدد هنا ما حددش معناه انه عايز تو انفينيتي لغايه الاخر. طيب يبقى السام تو انفينيتي هو ايه على 1 ماينس ار، ساعتها معانا الاي ب 81 على 8 والار هنعمل الثاني ديفايدد باي الاولاني، هيطلع معايا ادي الكومن ريشيو اول حاجه جبناه الثاني ديفايد الاولاني طلع معايا كام؟ 2 اوفر 3. الرقم ده بديسيمال هيطلع معايا 0.6 اللي هو بتوين النيجاتيف 1 وال 1. وبالتالي اقدر اجيبها يبقى السيريز ديت هاز سام تو انفينيتي طبعا يعني. ماشي؟ يبقى الاس انفينيتي هي ايه على 1 ماينس الار، الاي عندي بكام؟ 81 اوفر 8 والار عندنا 2 اوفر 3. هنعمل دايركت سبستيوشن ايه على 1 ماينس ار هيطلع لي الفاليو دي في النهايه. نيجي في السكند سيكونس البي 2 اوفر 3 5 اوفر 6 25 اوفر 24. لو احنا عملنا اول حاجه الثاني ديفايدد باي الاولاني هنلاحظ يا جماعه ان الكومن ريشيو طلع كام؟ 5 اوفر 4. النمبر ده لو جينا حولناه يا جماعه بديسيمال هنلاقي يطلع تقريبا 1.25. طبعا ده رقم اكبر من ال 1. في الحاله دي اقول له الرقم ده يبقى زي سيريز از ديفيرجنت. ديفيرجنت دي هي معناها ايه يا جماعه؟ هاز نو سم. يعني هنا الارقام بتاعتها يعني مش بتتقارب وبالعكس هتلاقيها بتزيد. في بتزيد وبتقل يعني ارقامها كلها لا تنتهي زي ما بيقولوا. ما اقدرش اجيب الصم بتاعها اللانهائي في الحلقه اللي ليه؟ عشان الار طلعت اكبر من كام؟ من ال1. تمام؟ نيجي بعد كده اخر اكزامبل عندنا. الكتاب كان جايب ملاحظه كده بيقول لي converting a recurring decimal into a common fraction. قال لي لو انت عندك recurring يعني ايه يا جماعه؟ رقم repeated متكرر بنعرفه ازاي في الماث عندنا؟ ممكن كاتبين لك مثلا 0.432 وعليه الشرطه دي، الشرطه دي معناها ان ال 3 ديجيتس دولت متكررين الى ما لا نهايه. يعني 0.432 432 432 وهكذا. يعني اللي عليه علامه فوقيه دوت اللي عليه البار دي معناها ان النمبر دوت ريكارينج او ريبيتد متكرر. دي لو عايز اكتبها يبقى 0.432 بعد كده 0.30 اللي هو المكان دولت 432. طب اللي بعديهم 432 تاني بس 6 زيروز اللي هم الثلاثه الاولانيين والثلاثه التانيين وهكذا. طب في الحاله ديت هم عاملين لي شكل ايه؟ جيومتريك سيكونس. الفيرست تيرم اهو ماشي والار هي التاني ديفايد الاولاني. جيت احسبه انت عايز مجموعهم لغايه الاخر فهكتب كده 432 اللي هي اوفر 1000 اللي هي الايه الار التاني ديفايد الاولاني هيطلع لي 1 اوفر 1000. هجيب الاس انفينيتي هكتب النمبر ده على الكالكوليتر هيطلع لي كام؟ 16 اوفر 37 لو كتبته مره واحده على الكالكوليتر يعني. وان كان اصلا بصراحه لو عندي رقم زي دوت وعايز يعرفه في صوره كومن فراكشن في صوره فراكشن طب ما انا اكتبه على الاله وخلاص وريح دماغي. يعني اكتب ايه؟ اكتب على الاله 0.432 432 432 بلا بلا لغايه اخر الشاشه كده وادوس كمان مره وادوس ايكوال هي الاله هتطلع لك الفراكشن اللي هو عايزه على طول. بس يبقى انا كده حولت الريبيتد او الريكارينج لايه؟ كومن فراكشن. ودي كانت اخر حاجه عندنا بنقف عندها في ما يخص الجيومتريك سيكونس. اتكلمنا عليها ازاي نحل تو فايندينج جيومتريك سيكونس، ازاي نجيب الجيومتريك مين، ازاي نجيب الجيومتريك سيريز. وشكرا لكم واتمنى نكون استفدنا بالفيديو دوت واشوفكم ان شاء الله فيديوهات قادمه ان شاء الله.